نبدو. احنا قاعدين طبعا في الكورس الثاني بنوس لينكس ليفل 2. امس درنا سيشن 5 نتورك ستورج وما كملناهاش. ندير دور على السلايد مره ثانيه باش نديروا ريفرش. قلنا شنو هي نتورك ستورج؟ نتورك ستورج هي سبيشال تايب ديديكيتد داتا ستورج سيرفر ذات انكلود ستورج ديفايسز such as disk arrays, CD, DVD drives, tape disks, or removable storage media. An embedded system software that provides cross-platform file sharing capabilities. يعني هي عبارة على سيرفر dedicated to storage ويمكن يكون أي type of media من media زي ما ومعها embedded system software اللي يمكن يعطيني cross-platform capabilities للfile sharing. تمام هذه زي ما تقول تعريف نتورك ستورج. هما ريفرش الداتا سايزز كان كيساتهم بيتا بايت اكس بايت وهكذا. خدينا شنو في العاده في فايل سيستمز كويسات يدعموا حجم كبير ومولتيبل هارد درايف نستعملهم لنتورك ستورج لنتورك ستورج سيرفر. في ثلاثة حاجات ديما يقترحوا فيهم اللي يكتبوا في الديفلوبرز تاعين سوفت وير اللي يستعملوا فيه النتورك ستورج. وطبعا تبي تشوف ديما الريكومنديشن تاع الديفلوبرز تاع السوفت وير اللي تستعمله انت. فعندك ثلاثة انواع هنا نتكلموا عليهم: زي اف اس زيتا بايت فايل سيستم، فايل سيستم ديفلوب باي سان مايكرو سيستم وريليست في 2005 دارين للسولاريس. و فيه فيتشرز معينه كويسه للنتورك ستورج منها انه فيه لارج ادريس كاباسيتي و تورك ويد اوف 128 بيتس. يعني عن طريق الحاجه هذه نقدر ندعم 16 اكسا بايت فوليومز وحتى ملفات ممكن توصل ل 16 اكسا بايت الحاجه. يعني شبه ما عندناش ليميت في الموضوع. هو زي فس يدعم فوليوم اند ستورج سبيس مانجمنت اند بلوك بيست كنترول فانكشنز which is very important. يعني في فيتشرز يدوروا فيها الديفلوبرز والسيستم ادمنستريتورز للنتورك ستورج او نتورك ستورج سيستمز. فزي فس تبي تعرفها احيانا ممكن تبي تستعملها. ادرس كاباسيتي لان انت يعني الحجم الادرس في الهارد درايف في الهارد درايف. يعني انت كل ما يكبر الادرس كل ما تقدر تحط اكثر الادرس بتاع في الهارد درايف فيزيكال ادرس ستورج. تقدر تجيب بارتيشن تقدر تجيب هارد درايف هو شوي بس ادرس كاباسيتي. يعني الادرس نقدر ندير له ريبريزنتيشن في 128 بت. الادرس بتاع السيكتور ولا البلوك اللي بنوصل فيه في الهارد درايف. لو مثلا نفترض تبي تقرا انت من الهارد درايف مش بتعطيه ادرس ولا ليفل. مش اوبريت سيستم بيكلم الهارد درايف بيعطيه ادرس. بس توصل في الداتا بتاعك وانت لو انت بتقرا حاجه ضروري تعرفها وين. انت تدير ممكن كليك على فايل لكن في الواقع الفايل مسجل ادرس معين في الهارد درايف. الادرس هو هيك كبرى في زيفس لان الحجم كبير نبي ندرس 16 اكسا بايت فداروا 128 بت الادرس كباسيتي بتاع زيفس. يمكن نزيد نشوفوه في النت. وهي هذه 128 لها علاقة بهذيك ال 16 جيجا بايت. هي هذه اللي تخلي فيه هيك. هي ال 128 هي اللي خلاتها 100 بالضبط. خلاتها 16 جيجا بايت. لو كانت أكثر حتكون أكثر من 16، لو كانت أقل حتكون أقل.
شفتها هي زيفس از 128 بت فايل سيستم سو ات كان ادريس نمبر اور مور داتا ذان 64 بت سيستم زي بي تي ار اف اس. يعني بي تي ار اف اس 64 بت وهو 128 فيقدر يادرس العدد اللي هو مور داتا. Maximum limits are designed to be large that they should never be encountered in practice. يعني مفروض limit هي بتاع 16 exabyte مفروض ما تصلاش بكر في الوقت. هذا علاش مدايرينها يعني باش ما عادش تفكر في الحجم هلبة في لما تختار الفورمات هاي لما تختار الفورمات هاي. For instance, fully populated a single Z pool with 128 bits of data would require هارد درايف هيك كبرى 3×10^24 عشان theoretical limit space 16 exabyte single file number of entries يعني هيك كل حاجة قديش خلى لها بايت يعني هذه الادرس سبيس نتاع الادرس يعني انت لما هذا الساعة كبيرة تقسم على هذا الساعة اكتر توصل للداتا اكتر هذا عاش دارو في كابشن كابابلتي في درايف افشنسي هي ويكيبيديا بيرتزيشن كاشن ميكانيزمز فهذا زيفس تقدر تحط فيه 16 اكسابايت الفوليوم نفسه حجمه يوصل 16 اكسابايت وتقدر تدير فايل يمكن يوصل ل 16 اكسابايت. زي فيس يدعم فوليوم اند ستورج سبيس مانجمنت اند بلوك بيست كنترول فانكشنز which is very important للناس اللي تفكر في النتورك ستورج. بي تي ار اف اس is the latest file system we present and began development in 2007 by Oracle corporation as a replacement for ext4. يعني هنا بي تي ار اف اس داروه بعد ext4 زي ما بيقول تطور عليه شركه اورا. بي تي ار اف اس improves file addressing capacity to 16 exabyte and volume sizes up to 16 exabyte just like ZFS. In fact بي تي ار اف اس is also a copy on write system to support fault tolerance and file recovery and provides easy management. We'll take the deal upgrade from EXT3. In EXT3, we talk about can get the EXT4. Take the total deal upgrade to BTRF. حتى للـ EXT3, للـ EXT4. في بعض التطويرات اللي صارت في الفيرجن 4 على لما تفكر في الفيرجن 3 واحدة منهم انه تو تقدر تدير فوليومز اوف 1 اكسابايت. هذا اللي طبعا نديروا به في بارتيشنز من الاول نديروا في فورمات ماكافيست تي اكس 4 بداية الكورس يدعم في فوليومز لحجم 1 اكسابايت وفايلز اوف 16 تيرا بايت وفيه امبروفمنتس في سنت بلوك سكيم سيت اوف كونتيجوس فيزيكال بلوكس that reduce fragmentation, resulting in faster reading and writing of data with less hardware resource consumption. طبعا كلها in comparison to XT3. يعني احسن من XT3 في performance, read or write, و less hardware resource consumption. capacity 1 exabyte. تقدر partition volume 1 exabyte. تقدر file 16 terabyte في XT4. تمام. في عندنا types of network storage. Network storage كـ software يعني. Software solution بس تستعمل بيه الهاردوير بتاعي. إن أنا ركبت الهاردوير بتاعي دير partitions دير formatting. دون بنديرهم سيرفر في النتورك بس نستعملهم مثلا سيرفر ثاني أو مثلا نتورك سيرفر دير upload download تمام. فلذلك في كذا طريقة. واحدة منها SFTP. SFTP هو بروتوكول Secure File Transfer Protocol
نتورك بروتوكول فور سكيور اكسس ترانسفور مانجمنت فور لارج فايلز داتا. يعني هو كويس وسكيور لكن مش سريع، مش نتاع حاجات ريل تايم سيناريوز، لكن كويس لانه سكيور وريلايبل. ديزايند باي ذا انترنت انجينيرنج تاسك فورس از ان اكستنشن اوف سكيور شيل، يعني هو اكستنشن للاي اس اس اتش ينابز اكسس ترانسفور مانجمنت اوف فايلز اوفر النتورك. وهذه لينك تو توتوريال هاو تو يوز ستيتش اف اس تو ماونت فايل سيستم اوفر اس اتش. لما هذا بروتوكول لما تستعمله يقول اسمه ستيتش اف اس، هو اسمه سكيور. قصدي نحكي لك انه في اسمين، في اس اس اتش اف اس و اس اف تي بي. اس اف تي بي اسم البروتوكول، وهو اس اس اتش اف اس لما تستعمله يدير له ماونت يتسمى الفايل سيستم هو اس اس اتش فايل سيستم. مش متخبط، ما فيش فرق. هو هذا البروتوكول الاندرلاين بروتوكول سكيور فايل ترانسفير بروتوكول، لكن لما دير له ماونت يولي هيك يقولوا له مش متخبط. تقدر تستعملهم مع بعض نفس انترتشينج اللي يستعمل فيهم الناس تمام، زي ما غير باش متخبط. خلينا امس حتى ان اف اس، طبعا احنا اس اس اتش اف اس ما درناش امس، خلينا عليه ما درناش ما لحقناش ان اف اس ونتورك فايل سيستم. هذه طريقة ثانية من نوع ثاني من Network Storage Software is a distributed file system protocol that allows you to mount remote directories on your server. يعني نحن عن طريق استعمال NFS في السيرفر تاعي نقدر ندير remote directories من سيرفر آخر في السيرفر تاعي، وهذا يسمح لي أن ندير manage the storage space in a different location and write to that space for multiple clients. مثلاً أنا يعني بندير سيرفر السنتر سيرفر هو الستورج ديديكيتد ستورج سيرفر تاعي، ندير هاي اماونت اوف ستورج مثلا ولا حاجه، وفي باقي السيرفرات مثلا نستعمل ان اف اس بس نتعامل مع ستورج هاي. يعني نبدا السيرفرات الثانيات يخدموا في السوفت وير بتاعهم، بس يبدا في سيرفر معين ديديكيتد لموضوع ستورج يتعامل مع ستورج. تقدر تدير ان اف اس لموضوع، بس زي ما قلنا يدير مانج ستورج سبيس ان ا ديفرنت لوكيشن اند رايت تو ذات سبيس فور مولتيبل كلاينتس. يكون عندي اكثر من سيرفر يبغوا يديروا شير لنفس الستورج، تقدر تستعمل المودر هو عن طريق الانفس. انفس بروفايدز ريلاتيفلي ستاندرد اند بيرفورمنت واي تو اكسس ريموت سيستمز اوفر ا نتورك اند وركس ويل ان سيتويشنز وير ذا شيرد ريسورسز ماست بي اكسسد ريجولارلي. يعني هو يعتبر زي ما تقول سهل الاستعمال والبرفورمانس بتاعه كويس للريموت سيستم او نتورك، ويشتغل كويس لما تبي تدير شير للستورج ريسورسز بس تستعملهم ريجولر بين من سيرفرز ثانيه من كلاينتس. في هنا لينك تو توتوريال فروم ديجيتال اوشن ان هاو تو يوز ان اف اس اون ديبيان 11. التوتوريال قاعده فالت في ديبيان 12، كنت تبي تجرب. في غيرها انواع تانية من نتورك ستورج، في منها سامبا. سامبا هو سوفتوير يخدم على يونكس سيرفر او لينكس سيرفر، ويمكن يكون فايل سيرفر لكلاينتس يستعمل في ويندوز ويندوز كلاينتس. سامبا هو فري اوبن سورس امبلمنتيشن اوف ذا سي اي اف اس فايل شيرنج بروتوكول، اللي هو تطور من الاس ام بي بروتوكول، هنس على سموه سامبا. وسامبا رانز اندر لينكس اند فري بي اس دي اند اذر يونكس فيرينتس. فهذا سامبا تقدر تدعم عن طريقه ويندوز كلاينتس باش يستعملوا ستورج بتاعك على نفس السيرفر من غير ما تنزل اوبريتنج سيستم ثاني ولا حاجه ثانيه. تقدر تخدمهم في نفس الوقت سامبا وان اف اس و اس اس اتش اف اس. في مزيد من هيلف لينكس، يمكن تبي تخش تقرا شويه دير شويه ريدنج على انتدكشن للستورج كونسبت في ديجيتال اوشن مش نتورك ستورج ان جنرال. فهي الويكي بيج في ديبيان، هي ديبيان دوت ستورج ويكي ديبيان دوت ستورج، فيها مجموعه لينكس على حاجات ثانيه تقدر تقرا عليها ليها علاقه بالستورج في الويكي، كويسه كانك تبي تزيد تقرا عن الموضوع. وفي في راوتر سويتش صفحه على frequently asked questions على types of network storage. اوكي هذه كانت السلايد امس.
تقدر دير هيك، لكن هو مش زي ما تقول هو مفروض لحاجة تخدم ديما يعني اكثر ريلايبل كونكشن، لكن جربوا عادي. احنا باش نجربوا مش منديرو تبي عندك انت قلت لي كلهم في في ام بتدير لها هوست اي بي وحاجه زي كي. لا نعم احنا قلنا اللي هو السيرفر اللي هو مسارات ون درنا كلاينت في المسارات تو صح عليك. فمدير الكمبيوترات هم كلاينت. قلت لك ما انت كمبيوتر مخدمة في ام لينكس ولا عادي بتعدله بس باش ياخذ ال بالضبط باش تعطيه هوست اي بي هذا هو ديره هي وعادي. متأكد ان النتورك ما فيش يعني مفتوح فاير وول اوكي. فانا تو دخلت واي فاي وركبت الكيبل واتصلت زي امس عن طريق الكيل. انت من مشكلة اليو اس بي والدومين نيم تاع السيرفر وعطيتها البورت. انا غيرت البورت طبعا باي ديفولت هو بورت 22 غيرت انا 22.02 بس تقدر تشوف الهيستوري بس شوف شو كنا نديرو امس ونقدر نغير نديرو هيستوري نشوف شو كنا نديرو فركاب شي درنا امس في السيرفر درنا فأمس احنا كان عندنا بارتيشن سميناه بارت 2 فيه اكس دي 4 بارتيشن حجمه 4.9 جيجا بايت. درنا فيه دايركتوري جديد سميناه شير دايركتوري، غيرنا الاونر شيب نتاع الدايركتوري لنوبادي نو جروب باش ما يصيرش اي كونفليكت في البرميشنز تو ريد اند رايت. وبعدين وكنت انا منزل ال NFS كيرنل سيرفر من قبل عن طريق الاب اب انستول NFS كيرنل سيرفر وخشيت عليه الكونفيجريشنز نتاع اللي هم موجودين في سلاش اي تي سي سلاش اكسبورت. عدلت في الكونفيجريشنز وبعدين درت ريستارت للسيرفر وبعدين عن طريق الكلاينت خشيت اتصلت بالسيرفر ودرت لها ماونت NFS غادي. فخلينا نشوفوا ال configuration file كيف شكله في الاكسبورت. هذا السطر اللي درته في configuration file اعطيته الدايركتوري اللي نبي ندير له شير ما يهمش في اي partition بالضبط ومنين درت له mount، لكن يهمني احيانا نوع البارتيشن الفورمات بتاع البارتيشن. احنا اكتشفنا المره اللي فاتت exFAT partition ما مشاش لان ما قدرتش نغير ال permissions والattributes متاع الفايلز في ال exFAT format لأن ما يدعمش على الأقل ما يدعمش بالطريقة اللي ندرتها بها mounted. فاضطريت نستعمل partition تاني ext4. أنت ديما لما تبي تدير network share ديما ركز في موضوع الفورمات متاع ال partition بتاعك
تأكد انك تستعمل فورمات تدعم الحاجه اللي تبيها كحجم الفايلز وكسوفت وير اللي تبي تستعمله. فانا هنا لقيت ان XT4 يخدم بشكل كويس، فاستعملت بارتيشن XT4. هذا دايركتوري اللي مداير فيه ماونت اللي بارتيشن XT4، حطيت فيه دايركتوري ثاني ودرت شير الدايركتوري هو اللي هو شير. وزي ما تشبه فيها السنتكس تحط الهوست نيم او اي بي. انا حطيت كلاينت 1 هذا هوست نيم، يعني مسميه في الهوست فايل تاعي، يمكن ياخذه من دينس سيرفر او من الهوست فايل، انا درته من الهوست فايل، يمكن يكون اي بي او هوست نيم. بعدين هنا فتحت بارنتيسيز واعطيته اكسترا اوبشنز هنا، اعطيته اكسترا اوبشنز 4 اوبشنز، اعطيت بيرميشن تو رايت اند ريد وانه يدير سينك، يكتب الفايل على طول، وانه ما يديرش سب تري تشيك، وما يديرش سكواشين للروت باش انا ما يصيرليش كونفليكت للبرميشنز نتاعي، على خاطر جربنا احنا امس من غير نو سكواش روت، و تبدا اليوزر اللي كتب فايل هو بس عنده اكسس عليه، ما عادش تقدر تدير رايت اكسس من يوزر ثاني او من جهاز ثاني. احنا في السيتويشن تاعنا احنا ما نبوش هيك، بدلنا نو روت سكواش بس يولي شيرد فولد شيرد دايركتوري هو يخدم شيرد لكل الاجهزه، كلها تقدر تكتب وتقرا على جميع الفايلز، فقدرنا نو روت سكواش تمام. فهذا اللي درناه امس، مجرد حطينا الكونفجريشن هي بس درنا احنا مشان الدايركتوري اللي فصل بارتيشن، درنا دايركتوري غيرنا البرميشنز وحطينا كومبريشنز بتاعنا الون لاين هو اللي حطيناه، وبعدين درنا ريستارت للسيرفس هيك تمام. الباقي درنا في الكلاينت كيف يتسبي دي الاماونت فقط. في هيلبفول لينكس ثانيه تو بنحطهم في السيرفر في الشير دايركتوري اللي دارينا في الكلاود تاعنا، وفيه كذا بيج يتكلم على السكيورتي نتاع لينفس تمام. فيه هنا من الديبيان ويكي وفي غيره من الحاجات. تبي تجرب تخشش جهاز معنا هنا ولا؟ ما عندكش مشكلة نديره هنا. عندنا سطر ثاني واتي بس مكتوب فيه كلاينت 2، نزيدوه عادي. انت تو تاكدت ان عندك اي بي ادرس راوتر بالمهنة تمام. فهنا بندير سيف هنا وبنعدل في الاي تي سي هوست فايل. ما نبيش نكتب الاي بي ادرس كل مره بروحي، فنبي نكتبه هنا في الهوست فايل باش يقعد اسمه كلاينت 2، او نسموه حاجه ثانيه يمكن نسموه لابتوب. هذا الاي بي تعطيه اسم الدومين تاعها في الهوست فايل زي دي ان اس. اعطيني اي بي ادرس تعطيه اساس 130 في الويندوز هذيك الهوست. يمكن ما نعرف، ممكن في هذا ما نعرف. 10 نفس اللي فوق 10 تمام. 35 10 ولا 13 ايوه تمام. فدرنا سيرفر هنا اسمه لابتوب 2 اللي هو جهاز بيدير كلاينت على الاس. فانا هنا بنجي بنكتب لابتوب 2. تقدر تكتب الاي بي تول هنا، هيك حسيتها اسهل. ما قلت خلي نبي باش نتكلم على الهوست فايل باش تعرفه بس. فتو انا زدت عندي، فمازال فقط ان ندير سيستم سي تي ال ريستارت ان اف اس كيرنل سيرفر، ندير انتر ونستنى شويه يدير ريستارت للسيرفس. نقدر طبعا نجي ندير سيستم سي تي ال ستاتس ان اف اس كيرنل ان اف اس كيرنل سيرفر ونشوف
نتاكد ان السيرفس فعلا تمكنت انها تطلع اكتف وما صار لها اي مشكله يعني. في زي اللوج هنا لو ستارت ان في السيرفر سيرفيسز فينيش ان في السيرفيسز تمام. فتوى من جهه ثانيه تبي تنزل خلي نشوفه خلينا نخش احنا على سيرفر ثاني امس قلنا لك الفكر هذا هو كلاينت 1 ندير دي اف داش اتش نلقى ان عندي مونتد ستورج هنا من السيرفر هذاك. كيف درت هنا امس خلينا نجي على الروت نشوف ايش درت ندير هيستوري. ف عندي هنا امس عباره عن نزلت انفيس كومن باستعمال الاب انا هذا في الكلاين امس شنو درت درت اب انستول انفيس كومن وبعدين درت دايركتوري جديد في سلاش شيرد سميته سلاش شيرد باش يدير ندير فيه ماونت للستورج هي اللي نبي نتصل بها من في السيرفر عن طريق النفس. بعدين خشيت على الهوست ومجرد زدت اي بي سيرفر سميته سيرفر 1 غادي بس يجيني اسهل. بعدين درت ماونت لل الدايركتوري هو من السيرفر 1 عن طريق النفس عن طريق الكوماند هو كوماند ماونت واعطيتها الاي بي او الهوست نيم بتاع السيرفر درت العلامه هي بعدين درت الابسولوت باث من السيرفر في السيرفر وين الابسولوت باث بتاع الدايركتوري هو في السيرفر وبعدين اعطيتها الابسولوت باث بتاع الدايركتوري هو في وين بنحطها في السيرفر بتاعنا هذا دايركتوري اوريدي كرييتد درته بالماكتب كوماند هنا. فأنا الخمسة خطوات هما فقط استعملتهم باش نحط ال باش ندير ماونت الديركتوري في الريموت ديركتوري هو في الفايل سيستم تاعي. طبعا الميثود هي مش سكيور وكل شيء هنا يمكن يكون فيك يعني اي بي ادريسز وحاجات زي هي ما تقدرش تعتمد عليها في سكيورتي. هذا ليش قلت لك امس هنا الطريقة هي تستعملها only on a trusted network يعني يمكن انت عندك network ممكن حتى مش connected to the internet فيها store server بس باش يستخدم كانت تستخدم private network ايه بتستخدم انت يمكن عندك private network فيها servers زي store servers وهكي و public facing network فيمكن انت فيمكن انت سيرفر فيه هو public facing يعني اني نعرف انك في عدد كبير من الداتا سنترز هيك يديروا فيه network not accessible by the internet فيها store servers database servers وحاجة زي هي يتصلوا بها السيرفرز اللي هما public facing لكن مش درست في the internet فديما هيك يديروا. فيمكن كانك انت السيتويشن بتاعك هيك وتقدر تطق في النتورك بتاعك يمكن تدير هيك كان انت ما تطقش فيها في حاجات ثانيه انا تو بنحط لينكس هنا في السيرفر كلهم على السكيورتي بتاع النفس. طبعا انت في الاخير حتوصل لنتيجه انه ضروري تستعمل كيربرس للسكيورتي بتاعك في النفس. المهم فيه في المانوال هنا في الويكي فيه تقدير هلبا ريدنج هنا في النهاية بتجيك انه بتغير بعد ما دير سيتاب للكيربروس كلها كويس بتزيد واحدة من هنا في الاخير سيك ايكوالز كيربروس يمكن كي ار بي حاجة نسيت كيف يكتب فيها بالضبط. المهم بتزيد اوبشن هنا بس باش تولي انت معاش حتى بتزيد اي بي ادرسس لكل واحد يولي الكيربروس هو اللي بيهندل الاوثنتيكيشن وكل شيء يبدا اوثنتيكيتد من غادي. هذه كان بدير على اوفر ذا انترنت وتقدر تعطيه بالسبنت ماسك نتاعها نتورك يعني هنا دار سلاش 24 باش يدعم الشبكه النتورك هي كلها. سيك ايكوز كي ار بي 5 كي ار بي 5
بتقدر تقرا من لينكس هما كان كنت تبي تستعمله اوفر دي انترنت لينكس هما بس ما عندي نعم كيف لو بخش دقيقه بس بتخش احنا درنا نفس هذه بالضبط درت الاي بي بتاعي في سيرفر 1 خلي نوريك الاي بي بتاعي قداش الاي بي بتاعي اذا بي ار شو هو هذا هذا اي بي بتاع السيرفر ثلاثة بديرها سميه مثلا سيرفر 1 او سميه اي حاجه وغير سيرفر 1 بالحاجه هذه الدايركتري اللي بندير عندي حتى نفس الاسم يكون مش لازم نفس الاسم مش لازم ما ظنيتش لازم نفس الاسم لا مش لازم مش لازم نفس الاسم جرب كان هذا في العادة ديما أنا متعود دير في نفس الاسم لكن حتى باش لما تشبح تعرف أنه هو لقى نفس الاسم لا أنا كريتا في روت استشير لكن تقدر كريتا في أي مكان وما دبيك كون روت لما مدارك أنت بالذات لي الماونت كوماند باقي عادي وحتى انك بتدير دايركتوري هنا وانك بتكتب في الهوس يكون احسن تكون روت على حسب السيستم تاعك كيف شوف هذا الشيء تبي تجي تعرض على الشاشه هذه عندك مشكلة غادي نجي معاها يعني في الكاميرا زي تو
ما نزلش. لا يعطونا يعطونا شنو اللي طلعوا من الحلول وشنو هي الحاجات اللي داروها ونديروها بعدين. حتى لو بي كانت غير المرج التغيير بس نشوف اي بي. لا الموضوع لا يبي شو دير ديف لاشت بتغير وسيرفر تاني زاد سيرفرات يخدم مع بعض توا هزة توا ديف لاشت ايوه سيراج ماشي الامور باهي كيف شنو طلعتوا من رايد شنو كيف درتوا الحل باللغة هي تمام تمام فاهم عليك هذه اعطته بها علم جماعة النتورك اعطته بها علم جماعة النتورك ما مزال جايين وان هو ذاك البرودكشن سوى بيتحول الصفحه وتبدا تصبح 13 تطلع نص الناس باه والاستجابه قداش والسلطات قداش قدرتوا لها لات فالنس ولا زدتوا لها في الورك اوف ريسيرس قدرتوا لها لات فالنس واطي يعني تو في 13 من داير لات فالنس قدروا تبدي الباسورد بتاعك احسن تبدي اسهل هذه فهمت عرفت تنشوف تنشوف كان يعني مش هذا السعر نعم؟ هذا مش السعر عارف ما هو عنده أكسس عنده أكسس تو فعندنا فايل جديد اسمه سيكرت ميمو فروم لابتوب جي بي جي حطينا فايل من غادي لنا الابلود في السيرفر وشفرناه فخلنا نفكوا تشفيره خلاص جي بي جي داش دي سيكرت ميمو ما عنديش جي بي جي هنا جي في اه غير فاسي خلينا نزلو على السريع انستول هي غير ريمايندر اللي نخدم عليك كيف تشوف الفايل بي باس جي بي جي داش دي سيكريت تمام الباس فريز تمام فكرت تشفيرك يطلع لي هنا this is a secret تمام هيك اسمه الباس نعم انا تو ما فكرت هنا ما درنا انه يفتح طول نانو سيكريت يفتح هيك لكن لما تفك التشفير يطلع لك بس بالضبط لما تفك التشفير يطلع لك شو مفصله لكن انا رايت نعم انا رايت بدي شويه بس كذا التشفير
ايه هو المكتوب فصل المكتوب this is a secret. شو نقولنا نبغى نديره على الرايتبل؟ مش الرايتبل رايتبل. كيف الرايتبل؟ تك تك تك. هو مشفر كيف أنا منعرف الواحد. طبعا أنا عرفت إن هذا هو this is a secret مثل مكمل عليه حاجات. بالبيعدل فيه. تفك التشفير تخزن هذاك في فايل ثاني وتكتب غادي. وبعدين تشفره وتابعته. لا لا تيري شوية أكيد تقدر تكتب برنامج ممكن حتى تدير باس سكريبت إذا يأخذ أرجمنت مثلا إنكريبتها مثلا تقدر تدير سكريبت يأخذ إنكريبتد فايل يدير له ديكريبت ويخليه لك في فايل يفتح لك النانو معها وتكتب شنتبي وبعدين أول ما تسيب يشفره مرة ثانية تقدر تدير سكريبتك عادي. فهيك احنا قدرنا نفس وحطينا فايلات وماشي الحال واضح هيك الموضوع عندنا 100% تمام. هذا الشير فايل بتاعنا فنبو نديرو الستشفس وزي ما قلت لك انا ننصحكم انه تقروا عليه كيف تدير السكيور اكثر كنت تبي تستعمله على اوفر ذا انترنت يمكن تستعمل كيربيروس يمكن تستعمل حتى حاجه ثانيه VPN مثلا ولا حاجة. فتو انا نبي ندير ماونت ل خلينا نقول نفس الفايل هو بندير له ماونت في مكان ثاني عن طريق ال SHFS فنبي ندير مقدر شير 2 نبي نمشي CD شير 2 تو نفس شير 2 شير 2 ما فيش حاجة ماونتد عليه نقدر نعرف عن طريق ديف داش ماونتد في ديف شير بس سيرفر 1 أنا تو في شير 2 نبي ننزل SSHFS ندير اب تنستول SSHFS نبي نخش على طريق SSHFTP بروتوكول ونبي ندير ماونت لأي فولدر نبي من سيرفر قال لي هل أنت متأكد؟ قلت له أنا أوكي طبعا احنا قبل نديره هيك لان احنا درنا ان الروت ما يقدرش يخش ونحينا الباسورد اوثنتيكيشن هنا وما فيش الا كيز فبنضطر بنزيد يوزر بنزيد يوزر هنا وبندير كي غادي بنحطه في السيرفر وهكذا ندير هيك نفتح الباسورد اوثنتيكيشن تمبوريرلي بس نقدر ندير الابلود اسرع من هذاك لكن انا ما نبيش ندير هيك ندير كوماند يوزر نبي نزيد نتاكد من الموضوع باش ما نغلطش بس نديرو اد يوزر كلاينت 1 اوكي اليوزر اسمه كلاينت 1 نعطوه باسورد جديده نفس الباسورد اللي منستعملو فيها خالص تمام فول نيم كلاينت سيرفر روم نمبر هون يس تمام اوكي عندي يوزر جديد تمام يوزر عنده سلاش هوم جديدة وهكذا تمام تو انا نقدر معناها ندير سيو كلاينت هون يا سلام انا شنو نبي ندير تو نبي كلاينت 1 يقدر يدير لوجين عن طريق السيرش عن طريق ال الكي لان انا مغير في الكونفيجريشن تاعي فنبي ندير السيرش كي جن سلايد اللي هي اخذنا فيها السيتش في بلوني سيشن 4 اوكي فتقدر تجي هنا وتدير في السيرفر الثاني السيتش كيجن لا
وتقدر انتر تور تقول له وانت بيه انا ما نبيش هنا نبي نخش من غير الروس فنبي ندير اكزيت من هنا نبي نخش على مسارة توغو نفسه وندير اساسات سكيجن باش ما نقولش خاش ديما بالروس فتوى يبي وين يسيفه بيسيفه عندي في الهوم دايركتوري بتاعي دوت اساسات ادي ار اس بيدير ار اس اي 3072 كي بير ما نبيش ندير باس فريز توا لكن نشجعك انك تدير باس فريز لما تستعمله في حاجه حقيقيه فانا توا هكي درت الكي بتاعي ونبي ندير لك كوبي طبعا احسن حاجه ان انا عندي نفس من قبل فنقدر ندير لك كوبي في الشير فايل في الشير دايركتوري حتى من غادي فانا نقدر ناخذ عن طريق ان ندير لك هكي او ندير لك كوبي لما هو احنا نديره في توا درناه المره الاولى اللي هو لما نديره في الستش انا السيرفر نتاعي مسكر له الباسورد اوثنتيكيشن داير كي اوثنتيكيشن فقط صح ولا يعني شو معناها يعني انا كل بندير يوزر جديد وبندير له كي جديد لليوزر هو باش الكلاينت تاعي هو يقدر يتصل عن طريق الستش بالكي لان انا زدت مسلسل سكيورتي درت كي اوثنتيكيشن فدرت يوزر جديد ودرت لكي وتو نبي ننقل الكي للسيرفر باش البابليك كي طبعا بس باش السيرفر يعرف الكلاينت هو بالكي هو فتو انا درت كوبي من السلايد الاولاد فقط الدايركتوري الفايل الباث نتاع الفايل وين هو وبندير له كوبي للفايل هو الى الشير تدخل غادي باش بعدين ناخذ من غادي permission denied you cannot create regular file شويه بس خنجر بديرو تاتش سلاش سلاش فايل كانت خطر احنا نستعمل في الروت بس ندير عن طريق الروت على السريع انا قاعد نبي ننقل الفايل بتاعي انا عندي يوزر اسمه مسارات 2 وفي دوت اس اس اتش عنده كي بير هما طبعا هذا ما عمركش تبعته ولا مكان تبعته هو اللي في دوت بوب بس اللي هو البابليك كي نبي نحطه في الشير هيك مشى ونبدأ ندير اكزيت من هنا فتو انا انا روت هنا في نفس السيرفر خل ندير سي دي شير انا تو في السيرفر انا كنت في الكلاينت في كلاينت في السيرفر انا في السيرفر كنت في الكلاينت هنا حطيتها غادي الملف تو انا نبي ندير cd/mnt/part2/share هنا طبعا مختلف مكان ندير لسه هنا نبقى روحي عندي البابليك كي هو تمام تو البابليك كي بتاعي في السيرفر تو شو نبي ندير له نبي نحطه في الاوثرايزد كيز هنا ونبي ندير له كوماند هو هذا كوماند لما تبي تحطه عن طريق الاسيتش لكن ما عنديش اسيتش هو جري البابليك كي واتصل بالاسيتش ودار دايركتوري جديد دوت اسيتش في السيرفر كان هو باش يتاكد كان هو مش موجود من قبل بس دار ملف جديد اسمه اوثرايزد كيز طبعا هي دارها في اليوزر بتاع السيستم مش الروت اليوزر اللي تبي تخش فيه دارك فخلي هنا نخشوا عن طريق اليوزر هذاك دير اكزيت من هنا دير سيو كلاينت 1 يبي باس نتاعها انا تو كلاينت 1 هذاك
جديد بتاع فانا نبي ندير لس داش اي ال 1 ندور في دوت اسيت شقتها عندي ندير لس دوت اس اسيت كانت اوبن دايركتوري في المشن دينا عندي دوت اسيت مسارات هون ما اعطيش اسمها دوت بس لا هو مسارات هون اللي واخده اليوزر اللي قدرت به ال هو واخد الروت بس اللي شوية بس لا لأن غلطت خشيت على مسارات هون أنا كلاينت هون اسمه أنا غلطت لما هنا خشيت عليها كل نفس الباص أنا نفس اليوزر صح لكن المكان غلط غلطت في الديركتوري فتو لما ندير ادرس اس اي 1 يطلع لي نانين مالك متاع كلاينت 1 هنا كنت غلط في مكان غلط خاص هذا يطلع لي مسارات 1 ان شاء الله ما يلخبطكمش الحاجة قاعد انا تو حطيت الفايل في السيرفر في سلاش شيرد ونبي نحطها في المكان المضبوط هنا فجيت هنا درت لسه داش ال 1 ال 1 قلت روحي ما عنديش الدوت اس اس اتش دايركتوري فبنكريتها تو عن طريق المقدر مقدرها هي مقدر داش بي داش بي حتى غير كان ما فيش هوم دايركتوري ولا حاجة ودار دوت اس اس اتش فانا نجي ندير مقدر دوت اس اس اتش وقت ندير وي بس اوكي فالفايلز كلهم هيدن وضروري دير داش اي باش تشبه الهيدن فايلز هذا ما طلعت ليش لما درت لسه هنا تمام ما عنديش فايلز في الـ في الهوم دايركتوري تاع كلاينت 1 فدرت دايركتوري دوت اس اس اتش فتوه بتكتب فيه بدير له ملف جديد ملف جديد اسمه authorized keys في داخل directories dot ssh فتوه ولا عندي هنا ملف جديد اسمه authorized keys توه نبي نغير له المود بتاعه الجروب والادرس ما بيهمش جروب يعني هذا فصله كيس متاعي ما نبيش الادرس والجروب يقروا فدرت له هيك وتوا نبي نكتب الملف هو في المكان هون في الاوتورايزد كيس كوبي للمكان انا قدامي فنبي ندير كوبي من شيرت نطاليش شيرت انا لا انا في سيرفر تو اسم مكانه مش سيرت مش شيرت انا مكانه في الام ان تي بارت 2 شيرت مش نفس الدايركتوري اللي بروح انا قاعد ندور في الشات فهنا عندي الفايل اسمه اي دي ادسكور ار اس اي دوت بوب ونبي نحطه نبي هنا في دوت اس اس اتش دوت اوتورايزد كي خلينا نكتب تام ال بات باش انت ما تتخبطش يعني هذا اليوزر نيم تاعك تاع اليوزر زيت في السيرفر مش كوبي سامحوني نبي نديرو لكات باش نحط المحتويات نتاعها داخل الفايل تاعي فندير كات وبنحطها هنا دير زوز هنا باش كان في حاجه من قبل تمشي فيه يتزاد عليها خلاص فتو ندير كات ل دوت اس اس اتش سلاش اوتورايزد كي يطلع لي ان عندي كي هنا تمام وكي غادي مسارات هات مسارات اثنين مسارات اثنين هات مسارات اسمه غادي فهيك انا حطيت الكيز بتاعي تو خلي نجربه كان ما نسيناش حاجه المفروض تو يتصل
او منديل اس اس اتش سيرفر 1 نعطيه هنا اسم ال اليوزر وبنعطيه بورت الصح اللي هو بورت 2202 لان انا غيرت البورت. فتوه بيسالني لان انا اول مره اتصل بيه يقول لي هل هذا اوتنتيك سيرفر ولا لا، قلت له يس. خشيت تو على الكلاينت 1 هيك هنا خدمت درت كي حطيتها غادي وخشيت بيه. تو هذه كي اوتنتيكيشن من سيرفر اللي هو اسمه كلاينت 1 للسيرفر الثاني اسمه سيرفر 1. تمام. تو اخيرا هيك احنا عندنا السيتش كونكشن، لكن انا ما بيش نتصل به باش ندير اي حاجه كوماندز ولا حاجه، انا نبي ندير ماونت لستورج. خلي نسكر هيا ونجي فتو انا كملت موضوع الاس اس اتش ك اتصال اس اس اتش. وخلي ندير نكمل موضوع ال ما ندير ماونت اس اس اتش اف اس ستورج. فخندير انا كنت روت بكري، خلي نولي روت مره ثانيه باش نتاكد انا شندير. انا درت انستول اس اتش اف اس فقط، فعندي تو اس اتش اف اس مخدوم. خلي نطلع نكمل باقي الحاجات، غادي ندير دايركتوري جديد نسميه سلاش شير 2. درنا واحد هيك احنا ولا اوكي. دير ليست دي شير 2 باش نتاكد انه قاعد فاضي. و نجي على طول نستعمل اس اتش اف اس. انا سودو هنا ما عنديش، فلذلك قصدي عندي لكن ما مش حتخدم هنا، فلذلك ضروري بنجي على الروت. لما بنجي روت معناها انا بنخش بالستش عن طريق الروت، فضروري نحدد اي كي نستعمل فيها هنا باش يتصل. بنجي ستش اف اس داش او الاو اذر داش بي نعطيه بورت وبنعطيه اليوزر نيم والباسورد كلاينت 1 اند سيرفر 1 وبنقول له دير ماونت اليوزر نيم مش الباسورد، اليوزر نيم مش سيرفر نيم والاي والاي بي تاع السيرفر. ايوه اي بي او اس نيم. مثلا انا بندير طبعا انت تقدر تختار في الستش فيستك تختار اي دايركتوري تبي، انا بندير سلاش هوم مثلا. انت ما ترد بالك لما تدير تحط سلاش هوم لانه خاصه الستش كيز وحاجه زي هذه غير كيف هو السلاش بيبس. ونقول له وين نبي، نبي في شير 2. لكن انا عندي مشكله هنا، ضروري نعطيه سبيسيفاي اما كي نبي للستش يستعمل، على خاطر اني خاش باكونت الكي مش ليها، الكي للمسارات تو في الكمبيوتر هاو. فنبي نجي نقول له نبي نبي ندور سبيسيفاي كي فور الستش، نبي ندور ال كيف نعطي اما ايدنتيتي بالضبط باش نستعمل ديفولت. اوكي سو الايدنتيتي داش اي اوكي دير داش اي ونعطيه مكان الايدنتيتي وين سلاش هوم سلاش مسارات 2 سلاش دوت اس اس اتش سلاش بتكتبها براحي خلاص ID RSA invalid argument ID RSA شوية بس خلنا نزيد نتأكد slash home slash مسارات 2 dot SSH فصلت أيوة غلطت أنا وكويس إنه ما مشتش لأن ID RSA هو ال private بس. فهنا نبي نعطيه هي هيك بس أنت بتعطيه private شوية بس. بس
لان يمكن لان البرميشنز نتاع شيء مش مضبوطه ندير بس بس لذلك غلطت في المانوال فايل داش او دير الاوبشنز مش بهذا فنجيو نديرو كان داش اي هنا بدير داش او وتعطيه الاوبشن اللي هو ايدنتيتي فايل يكون تمام فلما اعطيتها ايدنتيتي فايل اخذها الارجيومنت و اجين هذا هو الكوماند اللي استعملناه كوماند اس اتش اف اس اعطيتها او او فور اوبشن الاو ادر اعطيتها البورت اللي هو انا مغيره في السيرفر 2202 اعطيتها اليوزر والاي بي او الهوست نيم وبعدين اعطيتها الدايركتوري اللي نبيه يدير ماونتد منه في السيرفر والدايركتوري اللي نبيه يدير ماونتد ليه عندي هنا وبعدين اعطيتها اوبشن واحد ثاني داش او ايدنتيتي فايل استعمل بتاع المسارات 2 اليوزر اتذكر لان انا روت هنا واول مره اتصل بيه قال لي هل انت مشهور قلت له يس اعطاني كونكشن ريست شويه بس في عندي مشكله هنا عندي مشكلة ان الايدنتيتي ضروري نعطيه البرايفت كي مش البابليك كي فغلطت انا اعطيتها بابليك كي هنا لما تبي تخش بايدنتيتي فايل تعطيه البرايفت كي من غير دوت باب لكن غيرك ما عمرك تستعمل البرايفت كي غيرك ما تستعملهاش البرايفت كي تستعمله فقط لما بتبي تستعمله زي توه هيك اوكي لما تستعمله كايدنتيتي فايل للستش اوكي لكن ما عمرك تبعته ولا تستعمل برايفت كي في حاجه ثانيه ولا تحول من مكان وتحطه في مكان ثاني يعني قصدي ما تبعتهاش على النت وما تحطهاش في اي ارجمنت بتاع اي حاجه الا هنا لما انت تبي تستعمله كايدنتيتي تو انا نجح عندي كوماند هو وما اعطانيش اي ايرور نجي ندير df داش اتش نلقى ان عندي هنا كلاينت 1 @server 1 slash home ولا ماونتد عندي في ستاش شير 2 وفصلها 59 جيجا بايت افيلبل ضفت كامل ضفت ستاش هوم هوم كامل الهوم هو احنا كيف قسمناه درنا كله ستاش واحد فبيعطيني بالضبط بيعطيني البارتيشن هو قديش فصلها كلها يعطيك قديش تقدر تحط في الشارد في الفولدر او في الدايركتوري هذا فتو انا خلينا ندير اكزيت نولي لليوزر بتاعي مسارات 2 ونجي ندير cd slash share 2 تو نفس share 2 كمسارات 2 عندي هنا انا نشبه تو في الهوم دايركتوري بتاع السيرفس تفضل نجي ندير نشوف شنو في عند مسارات 1 ما يطلع ليش
لأنه هو كل هيدن فدبت داش ون داش اي شوفوا كلاينت ون نفس الشيء نجي نشوف داش ال ون نقام ان هم هون باي يوزر ما عنديش منها نمرة واحدة وهذه البرمشنز متاعها السيتش الوحيد اللي دايرينه حتى ريد له خلينا نجرب نديرو ريد للكي مثلا من السيتش بدات السيتش client 1 dot ssh authorized key يطلع تقدر تقراها لكن على خاطر الحين دايرينها بطريقه يعني تقدر هذه تسكرها من سيرفر غادي عن طريق الكونفجريشن بتاع السيتش من عند السيتش كي خلينا نزيد نقولها مثلا ريستش من غير برميشنز لكن كراول تغرى مش تغرى هي لكن هي تغرى لما ما يعرفوهاش بس ما يعرفوها انت ما نغلطت اعرفها انت ضروري زي ما قلت انا قبل شوي انه ما تديرلاش ماونت الهوم دايركتوري على خطر الحاجة على خطر انت عندك كيز في الماونت بتاع اليوزرز كلهم فما تديرلاش ماونت هيك ضروري تدير ماونت لحاجة معينة خاصة لكن انت لما خاش عن طريق الاستتش عندك جميع البرميشنز بتاع اليوزر هذاك اللي خاش به ترى نجربه احنا اليوزر الثاني اللي هو مسارات وين كانت اكسس برميشن دينايد لان انا خاش بالكي بتاع كلاينت 1 غادي في السيرفر يعني اي حاجه كلاينت 1 يقدر يديرها يقدر انا لكن مو بتاع مسارات 1 ما نقدرش نغير فيه ما نقدرش نشبح اي حاجه حتى خصت ضد السيتش فايل برميشن دينايد تمام فهيك انا درت ماونتد للستورج هنا فانا خلينا نخش في كلاينت 1 ونحط فايل جديد مثلا ندير ايكو فيري سيكريت فايل فيري سيكريت مسج فور يو نجي نحطها مثلا في جي بي جي داش سي وخلاصك فايل بريش كانسل سيمتريك انكريبشن فايل بروبلم ايجنت يمكن ما نقدرش ندير فايل بس نقدر ندير فايل جي داش سي فايل انا نبي ندير جي بي جي من غير نبي ندير جي بي جي من ثرو بايب تاع اوتبوت تقدر تدير زي قبل ان تدير ماشي صار في حاجه
11 كيلو من ساعتين بيش ياخد بس الطيب طلعت ندير لها باسورد قوي باين ندير لها ندير من الديليت فاير خلاص فتو حطيت فايل للكلاينت 1 جي هنا بنشبح نلقى موجود فايل جي بي جي ندير لها كات فايل كات بشفر ندير جي بي جي دي فايل جي بي جي جي بي جي ما عنديش هنا تبي تنزله عن طريق وبعدين تمشي ديركت هنا الى فرص فايل جي بي جي داش دي دي فور دي كريبت فايل جي شاش بيش يعطيني يكتب الكي هنا زين هو انا غير في حاجه هنا بس صارت بس انا معش مطلبش مني باسورد هنا ما عرفتش علاش لكن بالنسبه لي بس شفت هنا تم انتوا شنو رايكم كي واضح موضوع السيتشفس ولا ما صعب شويه يمكن دخنا شويه في موضوع ان زدنا تركيز لكن احنا شنو درنا بالضبط احنا درنا يوزر جديد اسمه كلاينت 1 في السيرفر واعطيناه كيز جبناهم من اليوزر اللي يبي يخش هو جبنا كيز من غادي حطيناه بابليك كي في الاوتورايز كي مجرد حطيت كات ودرت كات للكي من غادي وكتبته في الاوتورايز كي في الفايل هو وبعدين تاكدت من البرميشنز بتاعه ان الجروب والادرس ما عندهمش برميشن وبعدين كتبته في الاوتورايزد كي زي ما قلنا انا درت الاوتورايزد كي فايل لان انا نيو يوزر ما كانش فيه الفايل بكل
وانا كتبتها فيه عن طريق الكات ودرت له بايبنج في الاوثرايزد كيز. وهو هذا بعدين من غادي طول خشيت بالستش هيك زي تو لان انا حاط كي من قبل درت كي. انا من هنا درت كي فقط بعدين من هنا درت كي فقط وخشيت مجرد درت الكوماند هو الستش كي جن ودرت الكي وبعدين نقلتها غادي في السيرفر فقط. بعدين طول خشيت ب جنريت البابليك كي درت جنريت البابليك وبرايفت كي بير واستعملت البابليك كي حطيتها في شيرد غادي باش ياخذها بالسيرفر وبعدين جيت في السيرفر هنا فتحت ملف جديد لليوزر هوا لانه ما كانش فيه ملف من قبل هذا يوزر جديد درت الملف هوا في الستش اوثرايزد كي اسم الملف اوثرايزد اندرسكور كي تاكدت من البرميشنز نتاعها وحطيت به البابليك بس مش البرايفت البابليك rsa.pub حطيتها في الاوثرايزد كي فايل هذا في كلاينت مش في السيرفر هنا الفرق هذا الكلاينت الكلاينت ما درتش الا الستش كي جن وبعدين درت له كوبي السيرفر جات اخذت درت ملف جديد هنا تاكدت من البرميشنز وكتبت الكي في الاوثرايزد كيز وبعدين حطيت فايل غادي من هنا يعني هنا تم عندي الموضوع هنا ما اضطريتش ندير حاجه ثانيه الحاجه الوحيده اللي درتها انا مشيت للروت طبعا ودرت كوماند هو كوماند ستش اف اس نزلت برنامج اسمه ستش اف اس وحطيت كوماند هو في الكلاينت عطت على وادر عطت اي بي وعطت يوز نيم وهوست نيم والديركتوري بتاع اللي في السيرفر والديركتوري اللي في الكلاينت اللي هو شير 2 وعطت اوبشن ثاني لان انا خاش بالروت والايدنتي فايل بتاع يوزر ثاني فعطت الايدنتي فايل الحقيقي اللي الستش اف اس باش يستعمله تمام فهذا هو بس عن طريق الكوماند هو مشيت الامور عندي انا في الاول غلطت حتى اعطيتها بابليك ومفروض تعطيه برايفت للبرنامج هو باش يتواصل مع السيرفر بالتشفير بتاع الكي وبعدين درت دي اف داش اتش وطلع لي ان انا الستش اف اس ماونتد هذا الستش اف اس وهذا الان اف اس مزوز ماونتد حاليا انا الكوماند هو درته از روت لكن ممكن مش ضروري ديرها از روت هذا هو اس اس اتش اف اس الكوماند هو هيك لما يعني انت لما كل شيء يخدم عندك وانت تخش عن طريق الكي بتاعك امورك تمام ما عندكش الا انك تنزل اس اتش اف اس وتديرها هو في الكلاينت بس هي يعتبر اسهل من الان اف اس واسرع انك انت تدير لك كونفجريشن ومور سكيور يعني هي طريقه هي اوكي ديرها في اوفر ذا انترنت تمام لوكال سيرتيفيكت لوكال ما فيش سيرتيفيكت في بابليك وبرايفت كي حطيت بابليك كي في سيرفر هذه حاجه موضوع ثاني انت تبي تقسم المشكله على جزئين ان انا خدمت السيتش بالكيز وان انا درت ماونتد الستورج فايل لفايل سيستم اوفر اس ستش جزئين انت اول ما تكمل الجزء الاول وتكمل الكي اوثنتيكيشن اللي هو طبعا مش ضروري هنا غير احنا اوريدي عندنا كونفجريشن في السيرفر منعنا الباسورد اوثنتيكيشن هنا كي فقط فبعد ما تكمل هي تبدا انت خاش بالكي امورك تمام فقط اللي عليك انك تنزل برنامج هو اس ستش اف اس وتدير كوماند هو بس تمام الاو ايدنتيتي فايل هذه على خاطر انا اليوزر اللي نستعمل فيه مش هو اليوزر اللي عنده الايدنتيتي هذيك محطوطه عند يوزر ثاني فانا روت وعندي اكسس على الفايل هذاك فحطيتها هنا ايدنتيتي فايل هذا برايفت كي يقعد البرنامج هو باش يتعامل مع السيرفر اللي عنده بابليك كي يصير كريبتوغرافي زي ما قلت لك انت بعد ما تكمل الستش اوثنتيكيشن ماشي يخدم عن طريق الكي او الباسورد مرات انت تبي تدير باسورد ما تبيش تدير كي انا ننصحك انك تدير كي دير الكوماند هو ويسالك على الباسورد بعد من غير الجزء هو بتاع الانتفاض فهذا هو بريك داون للكوماند مرة ثانية اس ستش اف اس اسم الكوماند داش او فور اوبشن الاو اذر بعدين داش بي للبورت
تحط بورت 2202 لان انا غيرت البورت كان 22 مش تكتبها هي. بعدين دير اليوزر نيم في السيرفر شنو هو والسيرفر الهوست نيم او اي بي ادرس وبعدين دير العلامه هي وتعطيه وين الباث في السيرفر وبعدين تعطيه الباث هو اللي هو وين في الكلاينت شير 2. بعدين زدت اوبشن انا ثاني لان الايدنتيفاي مش في اليوزر هو تمام لا قصدي سهل بسيط انا الطريقه هي اوكي ننصحك تستعملها في النت كانت تبي اوفر الانترنت مش مشكله تعتبر سكيور كويسه لكن مش سريعه يعني ما ديرهاش وتقعد ديما مونتد وبرامج تستعملها وتعب عليها تكتبها عادي تفشل مره اوكي يعني هي فيري سكيور اوكي وكويسه لكن مش سريعه. في اوبشنز في كومبريشن في السيتش سيرفر تقدر تخش على كومبريشن تقدر تجرب لتشوف حاجه تمشي معك لكن في العاده مش حتستعملها لكن فهذه واحدة من الحاجات اللي الستش يقدر يديرها تقدر تدير ماونت للفايل سيستم تقدر حتى تفتح بورتس بينك وبين السيرفر عن طريق الستش راوتينج اوفر التنل الستش تنل تقدر الستش تنل تقدر حاجة ثانية عن طريق الستش. فهذا هو موضوع الستش فيس والانفس. عندكم فيه مشاكل واضح ولا مش واضح تبغون عودوها مرة ثانية سيشن حضرتك اللي فات تنزل مش انا اللي امس بس ما نزلتهاش الأولامس نزلتها أمس إيه كله منزلات السيشن الكورس ال V2 كله نازل إلا السيشن الأولى لكن عندي الكورس بتاعهم تشوفهم احتمال يمشي بتاع السيشن الأولى والباقي كله منزلين إيه اللي أمس نزلناه 4K إحنا أول مرة ننزل فيديو 4K والله تقريبا زوز ميجا بت ولا اكثر شوي ها لا فورتي في اقوى صوره ولا ما في اوكي ما شاء الله تخلي الشاشه في الوضع باي لا هو لا حتى ال 1K كويس ما اللي امس سجلتها ب 2.7 حتى هي 1K اللي هو امس بس سجلتها 5K وتنزلتها ليش مهندس تشتغلون يعني شركتكم على ايه على شلون يعني؟ لان البصله وانا لي فتره تور ديفلوبر مارك تور تور اني براوزر تور براوزر تور براوزر انا نخدم مع التور بروجكت من اللي ثلاث اربع سنين من زمان نحبها حق سام في من ما داروه طول عرفوا من زمان نبي ندير حاجه هوني والاسم هو فيسبوك الا شركه واحده في امريكا ما لهاش علاقه بالسوفت وير مره واحده بدا كم ليه خذ تحصل اسم ديجيتال اني انت شركه سوفت وير وحيده سام في شو رايك انت؟ ما اعرفش عجبني قلت حتى اسمه لما ترجمه بالعربي بصله يحسوه غريب شوية الناس ذاك يعلق في دماغك تقعد تفكر فيه على السموه بس هذا راس بس ان شاء الله كويس الموضوع اللي نفسه ولا السيتش نفسه ولا ان شاء الله يلا.